هل من الممكن أن يتوسل الإنسان إلى ربه بصالح عمله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين لإجابة دعائه وتحقيق مطالبه؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة في اللغة هي ما يتقرب به إلى الغير، وفي الشرع ما يتوصل به إلى رضوان الله تعالى، ومنه الأعمال الصالحة كالتي توسل من انطبقت عليهم الصخرة في الغار ودعوا ربهم بأعمالهم الصالحة من بر الوالدين والعفة عن الفاحشة وعدم أكل مال الغير. أما التوسل بالرسول وبالأولياء فالتوسل الصحيح هو بحبهم والاقتداء بهم، فذلك عمل صالح للإنسان تقرب به إلى الله ليقبل الدعاء. أما التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين ليدعوا لمن توسلوا بهم أو ليعلموهم فذلك مشروع، أما بغير ذلك ففيه كلام للعلماء ما بين مجيز ومانع، وبخاصة إذا كان هؤلاء أمواتا غير أحياء، وتوضيح ذلك في كتاب صدر عن الأزهر الشريف بعنوان بيان للناس، والله أعلم.